احنا الفترة اللي فاتت اتكلمنا مع حضراتكم اكتر من مرة، ويمكن كان اخرها امبارح في الفقرة الاخيرة، فقرة الحوارية مع السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم واستعداد مصر لتنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد يوم 13 من الشهر الجاري ان شاء الله. اول منتخب وصل مصر هو المنتخب الياباني اللي وصل بعثته وسط تطبيق صارم لكافة الاجراءات الطبية والضوابط الاحترازية الموضوعة ضمن خطة فعاليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد. منتخب اليابان وصل بدري يعني نسبيا عن بقية المنتخبات، واللي يقيم حاليا في القاهرة خلال الفترة القادمة ان شاء الله قبل انطلاق المنافسات. احنا مجهزين لكم تقرير عن هذا الامر ونشوفه مع بعض ونرجع نكمل كلام. وسط إجراءات وضوابط طبية مشددة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وصول منتخب اليابان إلى مطار القاهرة للمشاركة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تنطلق في 13 من الشهر الجاري حتى 31 من نفس الشهر. وصول منتخب اليابان لليد إلى مصر للدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام يدل على ثقة كبيرة في الإجراءات الطبية في مصر، خاصة وأن اليابان هي الدولة المستضيفة لأولمبياد 2021 بطوكيو، وتضع خططا مشددة لكافة الإجراءات لبعثتها ومندوبيها في كافة الدول للمشاركة في مختلف البطولات. شهدت إجراءات وصول منتخب اليابان تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالفقاعة الطبية بدءا من الوصول في مطار القاهرة وركوب الحافلات الخاصة بالفريق للانتقال إلى أماكن الإقامة دون الاختلاط نهائيا. ووصل منتخب اليابان باكرا عن باقي المنتخبات ليقيم في القاهرة طوال الفترة المقبلة قبيل انطلاق المنافسات، وذلك لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ضمن الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين لخوض المنافسات. ومن المقرر أن يصل منتخب البرازيل أيضا خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتين وديتين أيضا مع الفراعنة لتكون بروفة نهائية لاستعدادات المنتخبات الثلاثة قبل انطلاق المنافسات. ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن استقبال منتخب اليابان كان نموذجيا، ويؤكد على تكاتف جميع الأطراف والجهات المعنية وحرصهم على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية. ومن تلك الجهات كافة القطاعات الخاصة بمطار القاهرة الدولي وممثلو وزارة الصحة المصرية، فضلا عن الجاهزية الكاملة الخاصة بالبطولة من نواحي الانتقالات والصالات وأماكن الإقامة، وهو إثبات عملي للجميع على قدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية.